بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله طلبة وطلبات الصف الثامن، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الجغرافيا وهو بعنوان مناخ الوطن العربي. احنا خدنا الفيديو اللي فات الحرارة في الوطن العربي، الفيديو ده إن شاء الله هناخد فيه الضغط الجوي والرياح. بنتكلم عن الضغط الجوي في فصل الشتاء والرياح في فصل الشتاء والضغط الجوي والرياح في فصل الصيف. بنقول إن في فصل الشتاء بتبقى تتعامد الشمس جنوب دائرة الاستواء في جنوب الوطن العربي، مما يؤدي ومما ينتج عنه انخفاض درجة الحرارة في شمال الوطن العربي وارتفاعها في جنوب الوطن العربي. طيب لما احنا قلنا قبل كده ان العلاقة بين الضغط الجوي والرياح علاقة طردية، علاقة ايه طردية؟ لما العلاقة الطردية ديت اللي هي بيبقى في مناطق في خالية من الهواء او من الرياح، بتيجي مناطق اخرى اللي هي ذات الضغط الجوي المرتفع على مناطق الضغط الجوي المنخفض، فبتهب الرياح من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض، فبيحدث ايه؟ بيحدث انواع الرياح في الوطن العربي. طيب يبقى تنخفض درجة الحرارة في الوطن العربي في شمال الوطن العربي في فصل الشتاء، لما تنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء في شمال الوطن العربي بيتكون ضغط ايه؟ ضغط مرتفع، لان الحرارة العلاقة بين الحرارة والضغط الجوي علاقة عكسية، علاقة ايه؟ عكسية. يبقى النتائج المترتبة على تعامد الشمس، ما النتائج المترتبة على تعامد الشمس على جنوب دائرة الاستواء في جنوب الوطن العربي؟ ادى الى انخفاض درجة الحرارة في شماله وارتفاعها في جنوبه، ادى الى انخفاض درجة الحرارة في الوطن العربي في شماله وارتفاعها فين؟ في جنوبه، وأدى إلى هبوب الرياح، نوعين من الرياح في فصل الشتاء، الرياح هبوب الرياح الشمالية الشرقية الجافة، ودي رياح بتبقى بتصل إلى الدواخل إلى داخل الوطن العربي في الإقليم الصحراوي، وبتبقى رياح جافة لا تسقط إيه؟ لا تسقط أمطار. وفي نوع تاني من الرياح اللي هي الرياح الشمالية الغربية العكسية اللي هي آتية من المحيط الأطلسي، ودي بتنتج عنها غزارة الأمطار في شمال الوطن العربي في فصل الشتاء. هنيجي بقى نتكلم عن الضغط الجوي والرياح في فصل الصيف، عكس اللي احنا قلناه خالص في فصل الشتاء عكسه في فصل الصيف. تتعامد الشمس شمال دائرة الاستواء في شمال الوطن العربي، في شمال الوطن العربي احنا قلنا في فصل الشتاء في جنوب الوطن العربي، مما ينتج عنه ومما يؤدي الى هبوب الرياح. اول حاجه بهبوب الرياح الشماليه الشرقيه الجافه، ودي برضك بتبقى رياح جافه لا تسقط امطار. وعندي كمان الرياح الموسميه الجنوبيه الغربيه الاتيه من المحيط الاطلسي والمحيط الهندي، ودي بتؤدي رياح موسميه دي بتؤدي الى غزاره الامطار وفي اجزاء كثيره من الوطن العربي. وبكده هناخد الواجب ما النتائج المترتبه على تعامد الشمس جنوب الوطن العربي. وبكده الدرس بتاعنا خلص، أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.